أهلا بكم في مرايا. الماء يجري والهواء يسري والقمر ينير في الليل الضرير والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا ما خطر في الصورة وفي البال ونحن نقرأ تتابع المواقف السعودية والزخم المتواصل لتأكيد الثوابت التي قد يشكك فيها البعض. ومن هذه الثوابت الموقف الحازم الجازم الصارم تجاه جماعة الإخوان المسلمين وكل ما يشبه جماعة الإخوان المسلمين، بل تجاه خطاب التطرف واستغلال الدين في سوق السياسة وفي مزادات الأحزاب والجماعات. هذا الموقف السعودي المتتالي المتتابع الذي شهدنا زخما له يتزايد خلال الأيام الماضية، إن كان في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمجلس الشورى، أو كان في الكلمة التاريخية بل أقول بيان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للسعوديين ولغير السعوديين عن ماذا أنجز في هذا العهد. هو تحدث طبعا عن أمور مهمة جدا لكن ليس مناسبته اليوم، أمور اقتصادية، أمور تتعلق بصحة المواطن، تعليم المواطن، الوظائف، الوضع الاقتصادي، الوضع البيئي، كلها أمور على درجة كبيرة من الأهمية، لكننا نركز اليوم على إشاراته الواضحة التي لا تقبل اللبس حول تصميم المملكة العربية السعودية على الاستمرار في محاربة خطاب التطرف والمتطرفين أيا كانوا ومن أين أتوا وإلى أين ذهبوا. هذا الموقف السعودي الذي عزز أيضا بموقف آخر له طابعه الخاص، موقف هيئة كبار العلماء، وسنأتي له في حلقة خاصة، الذي أدان بشكل واضح لا لبس فيه جماعة الإخوان المسلمين وصنفها التصنيف المناسب ووصفها التوصيف الملائم بأن هي التي أضرت بالإسلام والمسلمين أيما ضرر. هذان الموقفان أو هذه المواقف المتتابعة تضع علامات على الطريق وترشد من تاه عن الجادة أو ترسل رسائل لمن يراهن أن هذه السياسات السعودية قد تتغير لعواد الليل والنهار والانتخابات جرت هنا أو هناك ولزعيم أتى ولزعيم ذهب ولمستحدثات ومستجدات في السياسة. نعم السياسة بطبيعتها مرنة لكن المبادئ ليست مرنة، المبادئ هي المبادئ، والموقف السعودي والخطاب السعودي هذا هو لحماية الذات قبل أي شيء آخر، وحماية الذات من أوجب الواجبات. إن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية ودعم الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية. كان هذا موقف وكلمة قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الواضحة، وفيها أيضا محطات أخرى مهمة. ليأتي موقف عضده وولي عهده وعراب الرؤية ورائد المستقبل الأمير محمد بن سلمان، هذه الكلمة أو البيان المحمدي السلماني العظيم. وعد فوفى بوعده وتوعد فأنجز وعيده، كان ذلك ما قاله محمد بن سلمان
قبل فترة ليست بالبعيدة. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. هو السؤال بصراحة، واجد أو كثير نسمع مواقف ضد الإرهاب من دول إسلامية لها وزنها ولها قيمتها، طبعا السعودية لها خصوصيتها أكيد نعرف من الناحية الإسلامية والعربية، لكن يعني لماذا حينما تصدر هذه المواقف المتتابعة وهذا الزخم الكثيف لإعلان الموقف ضد التطرف وجماعات الإسلام السياسي، لماذا له قيمة خاصة ووضع خاص؟ للمملكة العربية السعودية تجربة رائعة وفريدة في مواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرف عربيا، خاصة وأن هذه التجربة أخذت أبعادا وأشكالا مختلفة، بدءا من المواجهة الأمنية والعسكرية والمواجهة الفكرية، فضلا على أن تجربة أمن المملكة أخذت بعدا آخر له علاقة بمواجهة الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة، سواء قطر أو تركيا أو حتى إيران. ولذلك نجحت المملكة في قطع خطوط الإمداد والتواصل لجماعات العنف والتطرف من قبل الدول الداعمة لظاهرة الإرهاب، وبالتالي أصبح الإرهاب ربما ضعيفا ومواجهته قد تكون أسهل وأكبر وربما تكون مؤثرة بصورة كبيرة، خاصة وأن المجتمع الدولي قصر كثيرا في مواجهة الإرهاب الدولي أو المعولم، خاصة وأنه وقف أمام مواجهة هذه التنظيمات المتطرفة دون الدول الداعمة له. أعرف أننا في مرايا كررنا الحديث عن هذا الموقف السعودي أكثر من مرة، وعندنا مثل ما قلنا الحلقة اللي تحدثنا فيها عن موقف هيئة كبار العلماء، الموقف الأخير ضد الإخوان المسلمين، أعرف، لكن هذا التكرار ليس عن عي في الأفكار أو قلة حيلة أو شهوة تكرار، بل لأن قيادة السعودية للموقف الإسلامي العالمي ضد خطاب وثقافة التطرف الذي ينتج الإرهاب، هذه القيادة وهذه المواقف المتتابعة يجب أن نؤشر إليها ونضع الضوء عليها، لأنه موقف تاريخي حضاري لإنقاذ مش السعودية بس، لإنقاذ مستقبل المسلمين، مستقبل المسلمين من أمثال حكام قطر وتركيا، من أمثال القاعدة وداعش والظواهري وبن لادن، بغدادي، محمد بديع، محمود عزت، راشد الغنوشي، طارق الهاشمي، طارق السويدان، الفقيه سعد، حماس، أخوان اليمن، توكل كرمان وشلتها، أردوغان، قلنا القرضاوي، قبلهم سيد قطب، محمد قطب، سعيد حوا، فتحي يكن، سفر الحوالي، محمد سرور، إلى آخره إلى آخره إلى آخره، إنقاذ مستقبل المسلمين من مثل هذه الشخصيات ومثل هذه الأفكار، لأن بالمضي خلف هؤلاء سيكون مستقبل الشعوب المسلمة قاطبة، مستقبل أسود مظلم موحل ومسموم الأفكار والمشاعر. بصراحة هذا الموقف السعودي الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والمواقف الأخرى ذكرني بصيحة شعرية قالها شاعر من أبناء الجزيرة العربية قبل حوالي قرن وثلث من الزمان باللهجة العامية، قالها للمؤسس عبد العزيز في إحدى ساحات الحروب في فجر التأسيس السعودي. قال الشاعر الحماسي محمد العوني مخاطبا الملك عبد العزيز، ولن أشرحها فهي تشرح نفسها: اضرب على الكايد ولا تسمع كلام، العز بالقلطات والراية الصليب، لو كان طعت الشور يا الحر القطاب ما كان حشت الدار وشقيت الحريب. إلى اللقاء.